قال إجراءات درت حق المملكة المغربية منذ سنين وسنين أكثر من 20 سنة خلتنا لليوم نحلموا باش تكون هناك صناعة ثقافية، لأن في هذه أكثر من 20 عام دابا بدينا بالمفهوم ديال الدعم. علاش؟ لأن كان خصنا نخلقوا واحد ساحة ثقافية، أو ساحة ثقافية كانت حاضرة وكان خصنا ندعموا هذه الساحة الثقافية باش تولي عندها واحد الوجود نعم وطني ودولي. والنتائج اللي كنشوفوها لا في المجال ديال السينما، في المجال ديال المسرح، الكتاب والموسيقى، كتبين بأن هاد السياسة الثقافية اللي وكبتها المملكة المغربية والحكومات منذ سنين دابا عطات بعض النتائج. ولأن السياسة ديال الدعم بوحدها ما يمكنلهاش تخلق المفهوم ديال الصناعة، فدزنا من المفهوم ديال الدعم إلى المفهوم ديال الصناعة. إذا باش نجاوبك على السؤال الأول ديالك، كانت هناك سياسة ثقافية اللي عطات يعني بينات يعني الليميت ديالها عادي جدا، لأن واحد الوقت فاش كتخلق واحد الدينامية اقتصادية أو اجتماعية وراء واحد المجال، فاش كيكون غير بالمفهوم ديال الدعم واحد الوقت فاش كتولي واحد الساحة اللي تجاوبات معاك. وفاش كنقول الساحة يعني كانوا هناك مجالات للتكوين، كانوا هناك مجموعة ديال المؤسسات اللي تنشؤوا وخلقوا فنانات فنانين، خلقوا مبدعات مبدعين. هاد المبدعات والمبدعين ما يمكن لهمش يبقاو يعني محجودين فقط أو حاضرين فقط بالمفهوم ديال الدعم. قلنا حان الوقت باش ندوزو لمرحلة ثانية، هو المفهوم ديال الصناعة. شنو هو المفهوم ديال الصناعة؟ المفهوم ديال الصناعة الثقافية هو نعطيو فرصة لهاد الفنانات الفنانين المبدعات والمبدعين باش يبدعوا الأعمال ديالهم ويتعرفوا على الصعيد الوطني والدولي، ولكن بواحد المفهوم اقتصادي جديد، نموذج اقتصادي جديد اللي هو استثمار في هذا المجال، لأنه مجال على الصعيد الدولي اللي هو مربح. فقلنا خصنا وخصو إمكانيات أقوى وأكثر. إلا بقينا أولين فقط على المجال ديال الدعم، هذاك النموذج ديال السينما ما غاديش يمكننا نجاوبوا مع التحديات اللي عندنا على الصعيد الدولي. هنا كنتكلم على لا كونكورونس اللي كتكون في السينما الدولية، كتشوفوا الميزانيات الضخمة لبعض الأفلام السينمائية ليس فقط الأوروبية والأمريكية، حتى في مجموعة ديال الدول الأخرى. ولهذا كنقولوا خصنا ندوزوا المفهوم ديال الصناعة باش هناك مستثمرين اللي غيفهموا بأن هناك سوق مربح لهم، وبأن خصنا غير نعطيو الفرصة للمبدعين والفنانين باش يبينوا بالقدرات ديالهم وباش يرجعوا لهم داك الربح. وأنا داك غيولي واحد الدينامية اقتصادية اللي هي إيجابية، لأن ما غاديش نبقاو ندعموا أو نستثمروا في فيلم واحد، ولكن جوج ثلاثة 10 15 اللي غتخلق وراءها ديناميكية أخرى اللي هي خلق فرص للمبدعات والمبدعين للشباب والشابات اللي كل سنة كيدخلوا في هذا السوق. يعني مثلا نعطي النموذج ديال ليزاداك، كل سنة كتعطينا واحد الفوج جديد ديال الفنانات والفنانين، مؤسسات ثقافية أخرى اللي كتخدم اللي ماشي مرتبطة بالدورة لكن عندها واحد الوجود حقيقي في المجتمع. دونك هاد الشباب اللي كيدخلوا للسوق خصنا نلقاو لهم مجالات باش يبينوا القدرات ديالهم. واللي جميل في المجال ديال الثقافة ولهذا كنربطوه اليوم بالمفهوم ديال الصناعة الثقافية هو السوق دولي، عكس بعض الصناعات الأخرى. لأن أنت مثلا كتكون جالس في الدار ديالك ويمكن لك كتسنت واحد الموسيقى مغربية، ولكن مرة كتسنت الموسيقات من دول أخرى. شنو هذيك الموسيقى اللي كتسنت لها؟ ما جاتش غير هكاك، جات لأن كاين واحد الموزع، جات لأن كاين واحد المنتج، جات لأن كاين واحد السوق. فاليوم بغينا نقلبوا الآية شيئا ما ونبينوا بأن الفن ديالنا الثقافة المغربية ممكن لها كذلك تروج على الصعيد الدولي. الحمد لله بعض الفنانين بعض الموسيقيين كتشوفوهم حاضرين لأنهم يعني واكبوا هذا المفهوم ديال الصناعه الثقافيه، وكنلقى عندهم دي ماناجور دي برودكتور، عندهم علاقات مع يعني دي ديستريبيوتور اللي كيساعدوهم باش يخرجوا الفن ديالهم على الصعيد الدولي. هاد لي ريوسيت، هاد النجاحات اليوم، هاد المناظره هي فرصه باش نتعرفوا على هاد النجاحات ديال المنتجات ديال الفنانات والفنانين ديال بعض المستثمرين اللي استثمروا في هاد المجالات قبيله. كنا كنصنتوا واحد المستثمر اللي نورمالمون وزاره الثقافه هي اللي كتستثمر في دور الثقافه. اليوم شفنا بان كاين هناك نموذج ديال مستثمر اللي استثمر في واحد المفهوم ديال دار الثقافه بطريقه جديده، كيدير دروس ديال الموسيقى، دروس ديال المسرح وزيد وزيد، ولكن عنده ربح في هذا المجال وكيعطي فرصه باش يكون هناك مجال ابداعي.